بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا التواصل مستمر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، مع هذه الانطلاقات أنا على أرضية هذا الميدان شيبوب بالمركز الأول، سعيد بن عبد الله بن محمد بالهلي، وفي المركز الثاني هناك من الجانب الآخر هناك محبوب وعبيد بن محمد بن سعيد الخاطري، وثالث المراكز لهب مطرب سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع خلاب لحمد الشدي بن حماد الاجتبي، وفي المركز الخامس مستمعينا الاعزاء سلهود السيد عبد الله بن عبيد بن سعيد بن حميدان، وسابع المراكز ما شاء الله والسادس المراكز عفوا من اتى هنا في سادس المراكز هذا يحمل رقم 6 والرقم 7 على ما اظن مطيلان لمحمد بن علي بن سالم بن علي الاجتبي، وفي المركز الثامن ولا السابع هناك ايضا كشاح راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، وثامن المراكز قانون منصور بن سيبه خلفان الغويص، وثامن المراكز ما شاء الله هناك ولا المركز التاسع بنقول مرعب عبد الله بن علي بن حميد رز الشامسي، وعاشر المراكز ما شاء الله تبارك الرحمن هنا منصف لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا مستمعينا الاعزاء، وشيبوب الدنة حاضر مع المركز الاول، حاضر مع مقدمة هذا الشوط. يلا شيبوب ومحبوب، شيبوب ومحبوب كلهن في 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 موقع جميل الخاطري والدنة وبالهلي جميل، تقريبا انتصفنا نصف المسافة، وغير محبوب على المركز الاول عبيد بن محمد بن سعيد الخاطري سلام، اظني السوان يبونها للسلام، يبونه الشمالية يبونه السلام، الخواطر يستاهلونه. نقلتنا على المركز الثالث اللي وصل في هذه اللحظات سلهود عبد الله بن عبيد بن سعيد بن حميدان وبن عويضان من اتى مع منصف محمد بن سيب بن عويضان العامري، رابعا وهناك قانون منصور بن سيب خلفان الغويص، خامس المراكز وكشاح ايضا راشد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي حاضر مع خمس المراكز. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه الخاطري. يلا 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 بنقول سلاما 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 عليكم، وين السلام يا 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 الخاطري ولا بن عويضان ولا بن عويضان، شعار الرموز والسيوف، شعار الرموز والسيوف ايضا مع منصف لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. وصلكم قانون، وصل الغويس، وصل عاشق النصر، منصور يا منصور يا بن سيف يا بن خلفان الغويس ايضا من اتى وحل على المركز الثالث، ولكن من القادم؟ من القادم هذا اللي يحمل رقم 27 ولا 26؟ بقول متباهي احمد بن فايل بن سالم الزرعي. وصلكم بن عمير، وصل بن عمير محمد وسعيد بن عمير بن مبارك بن عمير الشتبي اللي يقدم شاهين. هكذا كانت هي النتيجه ايها الاخوه للمراكز، ذعناها عليكم وفاء وتماما، ولكن منصب شعار الرموز مسيطر على المركز الاول. الزرعي يحاول في اللحظات الاخيره مع متباهي احمد بن فايل بن سالم الزرعي، اللحظات الأخيرة شعار الرموز ولا من الجانب الآخر؟ القفاي عبد الله بن سالم بن مصبح الاجتبي، لمن هذا الشوط يا بن عويضان؟ لمن هذا الشوط يا بن عويضان؟ ولكن أرى هناك القفاي عبد الله بن سالم بن مصبح الاجتبي، سلام بهذا الأداء الجميل يا القفاي، وراعي القفاي عبد الله بن سالم بن مصبح المركز الثاني لمحمد بن سيد بن عويضان، المركز الثالث ايها الاخوه هناك اللي هو للسيد احمد بن فايل بن سالم الزرعي، المركز الرابع منصور بن سيد بن خلفان الغويس، وهناك علي بن راشد بن علي بن عبيد بن رشيد خامسا. هكذا كانت هي النتيجه للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس.